وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية كريم، ما هي أبرز الموضوعات والملفات التي تم مناقشتها اليوم في اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟ نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ربما هذا الاجتماع هو اجتماع هام جدا، نوقش فيه العديد من الملفات التي تخص الشارع المصري والمواطن المصري بشكل عام. وبدأ هذا الاجتماع واستهل الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتهنئة الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة أيضا بالعام السنوي العام الميلادي الجديد 2023، وأيضا هنأ أخواتنا في الوطن بعيد الميلاد المجيد سواء في 25 من ديسمبر أو حتى القادم في 7 من يناير. ولكن ربما هذا الاجتماع له ربما ميزة خاصة هذا اليوم، وهي وثيقة سياسة الملكية الخاصة بالدولة. هذه ربما الوثيقة التي تدعم وجود القطاع الخاص في العديد من الاستثمارات المختلفة في العديد أيضا من القطاعات. هذه الوثيقة هي الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا التي تطلقها مصر. بالفعل هذه الوثيقة على مدار 10 سنوات خطة لإدخال القطاع الخاص في الاستثمارات والمجالات المختلفة، وأيضا بمشاركة مع القطاع الحكومي، ولكن الأكثر هو انسحاب القطاع الحكومي في بعض المجالات وزيادة نسب القطاع الخاص، بما يحافظ على ملكية وأحقية الدولة بشكل عام في العديد من المشاريع والاستثمارات المختلفة. ولكن ربما الأهم في هذه الوثيقة هو إدخال القطاع الخاص وأيضا عدم التأثير على القطاع الحكومي بشكل مباشر. هذه هي السمة الرئيسية لهذه الوثيقة. ولكن أيضا كان هناك يعني مؤتمر صحفي لوزير الصحة الذي تحدث فيه عن وحدة الرعاية الصحية أو الرعاية الصحية الأولية التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأهميتها بالنسبة للمواطن المصري بشكل عام والعائلة المصرية. هناك صندوق تحدث عنه أيضا وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار. هذا الصندوق هو صندوق الطوارئ لدعم أي طوارئ صحية من الوارد أن تطرق بشكل عام على المستشفيات أو حتى على النظام الصحي المصري بشكل عام. هذا جزء. ولكن الجزء الآخر الخاص بوحدة أو وحدات الرعاية الصحية الأولية، وهي التي من المفترض أن تخدم 80 مليون شخص على مدار السنتين المقبلين بإذن الله، سواء ستبدأ هذه الخطة من يناير 2023 وتنتهي بمارس 2024. هذان العامان ربما الأهم فيما يتعلق بتطوير الوحدات الصحية في 21 محافظة مصرية. هذه الوحدات يعني وصل عدد المنشآت لأكثر من 120 منشأة، ليصل عدد الوحدات الصحية الجاري تطويرها وسيبدأ العمل على تطويرها في يناير المقبل أي بعد أيام من الآن، لأكثر من 5400 وحدة صحية لجاري العمل عليها. ولكن يعني ربما لها أيضا بعض المهام الخاصة هذه الوحدات، وهي ربما الكشف السريع والكشف الخاص بالبطنة والكشف الخاص يعني ربما الأمراض أو المشاكل الصحية من الدرجة الثالثة. ولكن فيما يتعلق بالدرجة الثانية والأولى فيظل الباب المستشفيات المختلفة مفتوح لجميع هذه الطوارئ، مثل يعني الدرجة الأولى والثانية هي الأورام وغيرها من الأمراض التي تحتاج لتدخل دقيق في المستشفيات الكبيرة. لذلك هذه الوحدات الصحية حسب الدراسة التي تحدث عنها وزير الصحة اليوم ستخدم 70% من المواطنين المصريين خلال عامين من الآن. وربما هذه لها أيضا ميزة جانبية أخرى، وهو تخفيف الضغط على المستشفيات الكبيرة والمستشفيات الرئيسية أو المراكز الرئيسية. هذا الضغط يقلل من الازدحام داخل المستشفيات، مما يسهل أيضا عمليات التطبيب بشكل عام للمواطن المصري. ولكن هناك أيضا نقطة هامة تحدثوا عنها اليوم، وهي نقطة الكوادر الطبية والعمل على تأهيل الكوادر الطبية وتوفير الكوادر الطبية. هذه الخطة بشكل عام الخاصة بالرعاية الصحية الأولية تصل تكلفتها خلال العامين المقبلين إلى 6 مليارات جنيه مدعومين من خزنة من الدولة بشكل مباشر، وأيضا سيكون
يكون هناك بعض الدعم لصندوق الطوارئ من جهات مختلفة، لكن 6 مليارات جنيه تقريبا 70% من 6 مليارات جنيه هو مباشر يتم تقديمه مباشرة لتدريب الكوادر وزيادة عدد الكوادر والكوادر الطبية والتمريض بشكل عام في وحدات الرعاية الصحية التي سيتم العمل إما على تطويرها أو إنشائها جديد، وأما الباقي 30% هي لتطوير بالطبع الأماكن والوحدات المختلفة. ربما يعني هذه النقاط هي الأبرز في اجتماع اليوم، وما زال الاجتماع مستمر حتى الآن، فننتظر حتى نهاية الاجتماع لأي جديد. والآن أعود إليكم. شكرا لك كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري من العاصمة الإدارية الجديدة.